السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا زملاء نظر التأخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك دكتور. أي واضح. شكرا لكم. بالنسبة لتدبير مريض الربو نحكي عنه اليوم. أنتم معكم المقررات موجودة، المشاركة اليوم مرحلة المشاركة لأني ما في رابط للمشاركة. نبدأ بتدبير مريض الربو، إذا جاهزين. جاهزين دكتور. محاور المحاضرة: الحدثية الالتهابية في الربو، المبادئ الأساسية في المعالجة، منبهات بالتاتور الاصطفائية، المضادات المسكارينية والمعالجة الوقائية بين النوبية وتدبير الربو حسب الشدة، ونتحدث أيضا على أضداد أو إلى أضداد أو على أضداد الـ IgE، ثم ننهي بطرق استعمال بعض الأدوية الهامة الشائعة سريريا. الربو هو عبارة عن مرض مزمن واسع الانتشار عند الأطفال بشكل خاص، كما يمكن أن يصيب الإنسان في مختلف الفئات العمرية، ويتصف بالزيادة الاستجابة القصبية لدى التعرض للمنبهات المختلفة، ويتصف بتضيق منتشر في الطرق الهوائية، حيث أن معظم المصابين بربو معتدل الشدة يمكن أن يصابوا بنوبة لدى تعرضهم للمؤرجات، أو عند قيامهم بجهد فيزيائي، أو عند تعرضهم لشدة نفسية، أو بعد إصابة بإنتان تنفسي علوي مثل upper respiratory tract infection. فهذه كلها ممكن أن تحدث عند معظم المرضى المصابين بربو معتدل الشدة، فيحدث لديهم نوبة قد تثار بهذه العوامل المؤرجة أو العوامل المحسسة أو العوامل المؤهبة. ما هي أسباب زيادة انتشار الربو بشكل عام؟ الأسباب هي أن مستوى الحياة المعيشي أصبح أفضل، تحسن مستوى المعيشة، انتشار التدخين، انتشار النرجيلة، النظافة الشديدة التي تلعب دورا أساسيا سيئا على مستوى التحسس. أيضا الشدة النفسية، هناك اضطرابات نفسية كل ما لها تزداد، ويزداد عدد المرضى النفسيين. النظام الغذائي المتبع بالمكملات الغذائية، وقد يكون له دور هام في زيادة نسبة انتشار الربو. زيادة تلوث الهواء خصيصا، وتحسن طرق التشخيص، حيث أصبح من الإمكانية أو من الأهمية المكان تشخيص الربو في مراحل باكرة. الصورة المرفقة هي جغرافيا انتشار الربو، فحيث نلاحظ أنه أكثر من نسبة 10% مثلا بالنسبة لتعداد السكان في هذه الدول، مثلا مثل أستراليا، مثلا القارة الهندية، مثل أيضا بعض الحالات الموجودة في حقيقة الجزائر والمغرب وإلى آخرها، أيضا في سوريا بعض الحالات وفي دول الخليج. المهم هذه الاطلاع. نبدأ بالشغلات العملية. clinical manifestations: التظاهرة السريرية، يتظاهر سريريا بحدوث أزمات معاودة من زلة اشتدادية زفيرية، يعني صفيرية. الصوت واضح ما هيك زملاء؟ إذا صار فيه لخبطة بالصوت بلغوني. أنتوا فاتحين على هاي الصفحات أليس كذلك؟ الصفحة 3. إيه تمام دكتور، متابعين معك. شكرا جزيلا. تظهر ليلا هذه الأزمات المعاودة من الزلة الاشتدادية الزفيرية الصفيرية، وأحيانا في النهار تزداد بالأعمال المجهدة، كما يمكن للتمارين أن تثير النوبة، فقد تتحرض بالجهد الخفيف، وتترافق باضطرابات انسدادية مختلفة الشدة في الطرق الهوائية، كما تستجيب للمعالجة وتتحسن باستعمال منبهات بالتاتو أجونست، الموسعات القصبية عموما انتولين أو البوتوفينت أو إرزاز السالبونيب. ما هي الإتيولوجية؟ ما هي الآلية المرضية؟ إن الآلية المرضية تتمحور عموما حول كرونيك انفلاميشن، الالتهاب المزمن، التهاب مزمن في الشجرة القصبية، حيث يحدث تقبض في الألياف العضلية الملساء القصبية، وتضخم مخاطي، حيث تحدث وذة مخاطية ارتشاحية، وتضيق في اللمعة الهوائية بسبب انسداد بمخاط لزج وكثيف المفرزات. الفيزيولوجيا المرضية للربو انطلاقا من الآلية المرضية سنجد ما يلي: التهاب في الطرق الهوائية، فرط استجابة قصبية، وتحدد الوارد الهوائي. ما هي الموجودات المرضية؟ تتضمن الموجودات المرضية كل مما يلي: تقبض قصبي، ثخانة في الغشاء القاعدي،
فرط تضخم الرئوي، وأزمة مخاطية، فرط تصنع في الألياف العضلة الملساء كما ذكرنا المحيطة بجدر القصبات والقصيبات. طيب ما هي العوامل المؤثرة في تطور الربو؟ هناك عوامل بيئية وهناك عوامل شخصية. العوامل البيئية الأهم هي المحسسات والمؤرجات الداخلية والخارجية والمهنية، كما يدخل التدخين والتلوث الهوائي ثاني القائمة، وأيضا تأتي الإنترنت التنفسية والنظام الغذائي أيضا في المراحل في تتصدرون الرباعية التي تحرض العوامل البيئية التي تؤثر في تطور الربو. العوامل الشخصية وراثية، هناك التأتب أتوبي وشكل الطرق الهوائية التضيق وفرط الاستجابة القصبية والجنس، قد يصيب الذكور أكثر من الإناث، والبدانة. طيب نرجع كمان منأكد على بعض الشغلات ومنضيف عليها. ما هي العوامل المثيرة للربو؟ كما ذكرنا المحسسات، انترنت تنفسية فيروسية، التمارين وفرط التهوية، تبدلات الطقس من البارد الحار إلى آخره، الربيع الخريف، الهواء، غبار الطلع، التعرض لثاني أكسيد الكبريت، والطعام والمكملات والمضافات الغذائية والأدوية، بعض الأدوية أيضا مثل بروبرانولول، حسرات بالتاب التبلكر، وغبار الطلع كما ذكرنا، وغبار الحيوانات الأليفة والعث المنزلي. طيب نتحدث بشيء من التفصيل عن الباثوفيزيولوجي. ما هي الخلايا المشاركة؟ ما هي الحدثية الالتهابية في الربو؟ الخلايا المشاركة والمسؤولة عن الجواب الالتهابي في الربو هي أربع. أولا ماست سيلز الخلايا البدينة، ثم الليمفوسايت الليمفاوية، ثم إيزينوفيل الحامضات، ثم العديلات نيتروفيلز. طيب ما هي المواد الكيميائية الأهم التي تكون مسؤولة عن الربو؟ الهيستامين هو أهمه على الإطلاق، ثم تأتي أضداد الـ IgE، ثم لوكوترين من الصنف الرابع أو C4، ثم تريبتيز، ثم العامل المفعل للصفيحات والذي يسمى Platelet Activating Factor الـ PAF، وتيومر نيكروس فاكتور عامل النخر الورمي، وأيضا اللي احنا مسمينه نيبوجين أو هو جرينوسايت ماكروفاج كولوني ستيمولاتينج فاكتور، وهو عامل محرض لنمو المحببات العديلات والبلعة. طيب عن سؤال هنا الزملاء، من يعرف استطبابا آخر لهذا الدواء؟ هذا الدواء طبعا يعطى GMCSF أو GCSF. GCSF هو دواء، من يعرف اسمه العلمي واسمه التجاري وفي ماذا يستخدم؟ حد عنده اطلاع؟ حقيقة هذا تأخذونه في مادة الدمويات. GCSF هو عبارة عن جرينوسايت كولوني ستيمولاتينج فاكتور، وهو عبارة عن دواء اسمه نيبوجين، نيبوجين اسمه التجاري، يعطى بجرعة تقريبا 2.5 إلى 5 ميكروغرام على كيلو مرتين باليوم. الهدف من إعطائه هو زيادة عدد المعتدلات عند المرضى الذين يعانون من نيتروبينيا، نقص العديلات، خاصة مرضى ALL acute lymphoblastic leukemia، المرضى الذين يعانون من سرطانات الدم، والمرضى الذين لديهم أعواز مناعية، أيضا مرضى شواشمان دايموند أيضا يعانون من pancytopenia ويعانون من نقص العديلات. هؤلاء كلهم يحتاجون إلى زيادة نسبة العديلات فيتم إعطائه حقنا إما عضليا أو وريديا أو تحت الجلد. بعد هذه الإضاءة ننتقل إلى بقية العوامل وأهم المواد الكيميائية المسؤولة عن الربو، ونقول أن البروستاجلاندينات وخاصة النمط D2 لها دور هام وبالغ الأهمية، كما تدخل الانترلوكينات انترلوكين 4 وانترلوكين 5 لها دور كذلك، ومن بروتينات الأيوزينات بروتين الميجور بيزيك بروتيسز، وأيضا من بروتينات الأيوزينات الإيزينوفيل كاتيونيك بروتين الECP. هذه العوامل كلها عوامل هامة، أهم على إطلاق الهستامين، ثم الأضداد IgE، أيضا انتروكينات البروستاجلاندينات تريبتيز، وأيضا GMCSF، أيضا TNF. في هناك أدوية مضادة للTNF، من يعرف اسمها التجاري أو اسمها العلمي؟ بناء على هذه المورجات يعني عكف أهل العلم، أحسن دكتور، عكف أهل العلم على اكتشاف أدوية تعاكس هذه الآلية المرضية للوصول إلى نتائج علاجية دوائية مرضية للحالات المستعصية المناعية والحالات الورمية. إذن خلاصة القول، نلاحظ أن الآلية المرضية للربو تمر بطورين باكر ومتأخر. الطور الباكر يحدث تفعيل للبدينات واللمفاويات، المتأخر تفعيل للأيزينات والعديلات. الباكر تتفعل الخلايا البدينة واللمفاوية بسبب وجود مؤرجات، حيث ترتبط هذه المؤرجات مع IgE على سطح الخلايا البدينة، مما يؤدي لتفعيل الخلايا البدينة مطلقة مجموعة من الوسائط الالتهابية مثل الهستامين وتريبتيز والبروستاجلاندين واللوكوترين.
وتسبب تقبض الالياف العضليه المنسيه القصبيه وتحدث برونكوسبازم اي تشنج قصبي برونكوسبازم. ولذلك نرتكز على علاج هذه الهجمه الرويه بالموسعات القصبيه مثل المقلدات بتاتو السالبوتامول ارزاز السالبوتامول هو نفسه الفينتورين. اما الطور المتاخر فهو طور التهابي بامتياز حيث تتفعل الايسينات والعدلات وتطلق وسائل مختلفه مسببه بالنتيجه عمليه ارتشاع الخلايا المناعيه وتحدث وزمه مخاطيه الالتهاب المزمن. لذلك نرتكز في العلاج طويل الامل طويل الامد على ماذا؟ على الستيرويدات. إذن الزملاء الأعزاء الطور الثاني هو الطور المتأخر وهو طور التهابي بامتياز حيث تتفعل الأيزينات والعدلات وتطلق وسائط مختلفة مسببة بالنتيجة عملية ارتشاح للخلايا المناعية وحدوث وذمة مخاطية وهو chronic inflammation أي أنه التهاب مزمن. لذلك نرتكز في العلاج في هذه المرحلة العلاج طويل الأمد للمريض الربوي على مضادات التهاب وهي الستيرويدات، ويكون الهدف هو تقليل شدة وتواتر النوبات حيث نسيطر عليها كنترولز. الستيرويدات نبدأ بها بداية إنشاقية ثم في مراحل لاحقة حسب الغايدلاينز ممكن أن تكون يعني فموية أو جهازية وريدية أو عضلية حسب الحالة. حد عنده سؤال يا شباب؟ لحد الآن الأمور واضحة؟ نعم دكتور واضحة. شكرا. ما هي الاستجابات العامة والموضوعية المرتبطة باستنشاق المؤرجات؟ لهون عم نشوف جدع الدماغ، عم نشوف البصلة، عم نشوف الجسر، عم نشوف التنبيه المبهمي، الألياف الواردة، الألياف الصادرة، عم نشوف المستقبلات الحسية والمؤرجات المستنشقة والمخاطية واللمعة. فحقيقة تحدث استجابة التهابية من خلايا البدينة والخلايا الحامضات ووجود المستضدات ووجود الوسائط الالتهابية، هذه كلها تدخل في سياق الآلية المرضية التي تحدثنا عنها. فما هي استجابة النسج الموضعة؟ استجابة النسج الموضعة الزملاء الأعزاء تتجلى باستجابة خلايا البدينة والأيزينات وإطلاق الهستامين وبعض الوسائط الأخرى، ولكن أهم على الإطلاق هي الماست سيلز والإيسينوفيل. هناك استجابة عصبية ذاتية تتعلق بالجهاز العصبي الودي حيث تنقل التنبيه مستقبلات حسية موجودة في القصبات عبر العصب المبهم. إذن تنقل التنبيه مستقبلات حسية موجودة في القصبات عبر العصب المبهم الوارد للمركز العصبي، ويحدث تفعيل الجهاز نظير الودي الكولينرجي فيتحرر الأسيتايل كولين الذي يرتبط بالمستقبلات المسكرينية من النمط 3 M3 بشكل أساسي. ماذا يؤدي هذا الارتباط الزملاء الأعزاء؟ يؤدي بشكل صريح إلى حدوث تقلص في الألياف العضلية المنسية في القصبات، وبالتالي تشنج قصبي، تضيق اللمعة القصبية وحدوث التشنج القصبي أي برونكو سبازم. لذلك يمكن إعطاء المضادات المسكرينية في علاج النوبة الربوية كالإبراتروبيوم بروميد. فسابقا لم يكن مستطبا بشكل صريح، كان للحالات المعتدلة ليست في الهجمات الحادة، ولكنه الآن يعطى وهو فعال وله دور أساسي. Essential role in the treatment. الآليات المرضية والأهداف. الزملاء الأعزاء في معالجة الربو يجب علينا أن نركز على الآلية المرضية الثلاثية وهي الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن وإعادة بناء الطرق الهوائية. وهنا أيضا بعد ذلك يمكننا أن نصنف الربو حسب شدة الأعراض السريرية وحسب القياسات التي نأخذها بالبي اف أو الاف اي في 1 مع الأكسجين. الالتهاب الحاد يحدث فيه تقبض قصبي ووذمة ومفرزات وسعال. الالتهاب المزمن يحدث فيه زيادة بالحشد الخلوي سيل ريكيورمنت وأذية ظهارية وتبدلات بنيوية باكرة. وإعادة البناء ريمودلينج يحدث فيه تكاثر خلوي وزيادة في الماترس خارج الخلوي المطرق الخلوي أو مطرق خارج الخلوي زيادة في الفايبريشن أو التليف أو الأعراض الالتهابية المزمنة.
السؤال الآن: ما هو التصنيف الرابع حسب شدة الأعراض السريرية؟ قال أهل العلم أنه يمكن أن يصنف إلى تصنيفات، أهمها التصنيفات الأربعة التالية: خفيف متقطع، خفيف مستمر، متوسط مستمر، وشديد مستمر. الأعراض النهارية هي مرتين أو أقل أسبوعياً في الخفيف المتقطع. الأعراض الليلية مرتين أو أقل في الشهر. البيك فلو أكثر من 80%، المقصود فيها بيك إكسبيراتوري فلو. الخفيف المستمر 3-6 مرات أسبوعياً. الأعراض الليلية 3-4 مرات في الشهر. البيك فلو أكثر من 80%. المتوسط المستمر يومياً بالأعراض النهارية 5 مرات أو أكثر بالشهر، بيك فلو بين 60-80. الشديد المستمر مستمرة بالأعراض النهارية متكررة بالأعراض الليلية، والبيك فلو أكثر أو أقل من 60%. إذن الزملاء الأعزاء، تصنيف الربو حسب شدة الأعراض السريرية هام جداً، نعرج عليه مرة أخرى لاستذكاره. فنقول: الربو الخفيف المتقطع بتصنيفه ثلاث شغلات: الأعراض النهارية والأعراض الليلية والبيك فلو. فالأعراض النهارية مرتين أو أقل بالأسبوع، الأعراض الليلية مرتين أو أقل في الشهر، البيك فلو أكثر من 80% أو يساويه، الخفيف المستمر 3-6 مرات بالأسبوع أو 3-4 مرات في الشهر، أعراض ليلية أكثر يساوي 80% البيك فلو. فعم نشوف البيك فلو بالخفيف المتقطع والخفيف المستمر هو أكثر من 80، بينما المتوسط مستمر 60-80، شديد مستمر أقل من 60 أو يساويه. إذن المتوسط المستمر بيكون في عنا يوميا أعراض نهارية، ويوميا يكون في عنا ليلا بالأعراض الليلية 5 مرات وأكثر بالشهر، وشديد مستمر متكرر، أعراض نهارية مستمرة، أعراض ليلية متكررة، والبيك فلو أكثر أو يساوي 60%. واضحين يا شباب؟ طيب، ننتقل على الشيء اللي بيهمنا نحن أكثر، المبادئ الأساسية في المعالجة الدوائية للربو. أول شيء، المبادئ الأساسية في المعالجة نعتمد على ركنين أساسيين: السيطرة على الالتهاب المستمر وفرض تفعيل القصبات باستخدام مضادات الالتهاب. ثانياً، السيطرة على انسداد القصب العكوس باستخدام موسعات قصبية وعلى رأسها بيتا 2 أجونيست أو مشابهات البيتا 2، هي الفنتولين، سالبوتامول وأخواتها. الأهداف العامة لمعالجة الربو. ما هي الأهداف العامة لمعالجة الربو؟ الهدف العام زملاء الأعزاء هو الحد من ظهور الأعراض المزمنة بشكل أساسي، ومنع تفاقمها أثناء النهار ولكن خاصة أثناء الليل. مين بيعرف من الزملاء أنه ليش تجي نوبات الربو أو نوبات قصبية أو نوبات السعال القصبية أو نوبات التهاب قصبات بشكل عام ليلاً؟ ليش تجي ليلاً أكثر من نهاراً؟ ممكن حدا يعطينا فكرة؟ أحسن دكتور، أحسنت. إذن هي نفس الفكرة، فنقول إن الجهاز التنفسي ينشط ليلا ويعمل على تعديل الإصابات الالتهابية أو طرد الأجسام الأجنبية، أو أنه المخاط القصبي يعمل، الأهداب القصبية تعمل، كلها تؤدي إلى طرد هذه العوامل الغريبة الأجنبية، فتنشط ليلا وينقص مستوى الأوزون وأيضا الكورتيزون، فيؤدي قد يؤدي ذلك إلى تشنج أو تضيق نمط قصبات، ما يؤدي إلى حدوث السعال خاصة عن مرضى المؤهبين، فيزداد عندهم السعال في هذه الفترة، يعني بصير مريض الصبح ينزل. إذن من الأهداف الأخرى إنقاص تواتر وشدة الأزمات والسيطرة عليها لتأمين راحة المريض،
وأيضا إنقاص خطر وفاة بالربو الحاد، والمحافظة على مستوى الطبيعي من النشاط والفعالية فيزيكالي وأكتيف، والمحافظة على وظيفة طبيعية للرئتين، والإقلال قدر الإمكان حدوث التأثيرات غير مرغوبة الناجمة عن المعالجة الدوائية سايد إفكت لبعض الأدوية. وأيضا كما ذكرتم يتفعل الجهاز نظير الودي ليلا أكثر منه نهارا. إذن بعض الملاحظات على هذه الأهداف، مثلا بعض المرضى اللي بيجي عندهم بالجهد بيتحرض الربو، ممكن نعطيه بخة بختين من موسع قصبي قبل ما يلعب طابة أو قبل ما يعمل جهد أو يمشي أو يطبخ أو يعمل أو يحوس أو كذا أو تحوس، يعني ربع ساعة بخل له بخة أو بخل له بخة قبل الجهد يمشي الحال، بختين يمشي الحال. ينبغي إنقاص التهاب في القصبات وفرط الاستجابة، استعمال أدوية مضادة التهاب ورأس الاسترويدات إنشاقية مثلا، إنشاقية لأن تأثير جانبي أقل. إحنا أقل دواء ممكن نستخدمه، يعني ليس الهدف من الطب هو الإكثار من الأدوية للمريض، ممكن تعطي دواء واحد يعالج 7 أعراض، معلش ما تكثر دواء للمريض. كما يجب معالجة الانسداد يعني بالنقص من دواء، كما يجب معالجة الانسداد في طرق هوائية وتوسيع القصبات عبر موسعات قصبية. أخيرا لابد من الوقاية من حدوث النوبات الربوية، وذلك بوقاية من التهابات انتانات تسريع علاجها في حال حدوثها. بالنسبة لعلاج الربو عندنا معالجة على مجموعتين، المجموعة الأولى هي معالجة النوبة الحادة بمعالجة إسعافية معالجة سريعة قصيرة الأمد، المعالجة الثانية هي معالجة أساسية معالجة مزمنة معالجة بين النوبات وقائية بشكل أساسي بتشتغل على مضادات الالتهاب. إذا المعالجة الأولى معالجة النوبة مثل ما قلنا بداية المحاضرة هو بيتا 2 أجونست، العامل المضاد للمسكرين الثيوفيلين، هدول هن بيشتغلوا على الشيء المرحلة الحادة. المرحلة المزمنة هي الاسترويدات الإنشاقية بشكل أساسي الآي سي إس inhaled corticosteroids، وثم مضادات الليكوترين ليكوترينس انتاجونست، وثالثا مثبطات نزع تحبب الخلايا البدينه هي inhibitors of mastase degranulation. كما يمكن استخدام مشابهات بيتا مدى التاثير في المعالجه مثل اللابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست وفق شروط وضوابط عامه. التدابير العلاجيه العامه للربو مزيلات النوبه الربويه تضم هذه الأدوية: موسعات قصبية قصيرة التأثير short acting bronchodilators كخيار أول، البيتا 2 agonist بيتا 2 adrenergic agents ومضادات مسكرينية أنتي مسكرين agents. هون في عندي نقطة بدي أقولها، أنه منبهات بيتا 2 agonist مثل مثلا فينتولين أو سالبوتامول ومسكرين مضادات مسكرية مثل الأتروفينت إبراتروفين بروميد، هدول بالعاده بيشاركون بدواء واحد اسمه كومبيفنت، دواء ارزاز اسمه كومبيفنت. لكن قال اهل العلم ان الكومبيفنت يفضل عدم استخدامه تحت عمر 12 سنه لعدم وجود استابليشد ريسيرش تعمل سبورت ابروف لهذا الشيء، فمستخدمون كل واحد لحاله فوق 12 سنه نعطيهم بامان ان شاء الله. علما انه كثير من المراكز تستخدمها في اعمار مختلفه تحت 12 سنه وقد لا تحدث التاثيرات الجانبيه، ولكن الافضل نتبع هذه الارشادات. الزملاء الأعزاء، ما هي ضابطات الربو أو المعالجة الوقائية أو المديدة؟ السيروليدات القشرية إنشاقيا أو جهازيا، موسعات قصبية مديد تأثير long acting bronchodilator، ما هي وهي منبهات مستقبلة بيتا استخدام إنشاقي أو بالطريقة العام استخدام إنشاقي آمن فعال. وأيضا عندنا الجزانتينات مثال جزانتينس وهي الأسس الجزانتينية تملك تأثيرا موسعا للقصبات ومضادة للالتهاب. الكرومولين صوديوم له تأثير مضاد التهاب ولكن أخف من استرويدات قشرية. مضادات الليكوترين لها تأثير مضاد الالتهاب مثل إيش؟ مونتيلوكاست. وأيضا أضاد حتى النسيلة المضادة لأضاد الـ IgE وهي أنتي IgE مونوكلونال أنيباديز IgE، فهذه أيضا هامة جدا. ننتقل إلى بعض الأشكال الدوائية أو المقارنات السريرية، مقارنات الاستنشاق، بين المقارنة بين الأشكال الاستنشاقية والأشكال الفموية لأدوية الربو. فالأشكال الاستنشاقية بطء الامتصاص من سطح الرئة، الأشكال الفموية امتصاص جيد وتأثيرات جهازية مديدة. المقدار المستعمل بالاستنشاق مقدار ضئيل نسبيا نصل مباشرة للهدف. أما الأشكال الفموية مقدار كبير للحصول على تراكيز رئوية كافية. طبعا قال أهل العلم أن العديد من الإرزازات أو البخاخات الفموية
ينقص منها إلى نسيج رئوي ما يقارب 15% وسطيا. تركيز الدواء الجهازية ضئيلة بالأشكال الاستنشاقية، فهيك تأثيراته الجانبية خفيفة. أما مثلا كورتيزون جهازي أعطيت انتحاب أو شراب أو أبر، فتركيز جهازي عالي قد يحدث تأثيرات غير مرغوبة. لذلك التأثيرات غير مرغوبة قليلة بالإنشاق وكبيرة بالأشكال الفموية. التوزع والانتشار في الرئة يتناقص في الحالات المتقدمة، لا يتأثر بالحالة المرضية، له علاقة بالدوران الدموي طالما أن ترويت الرئة سليمة، وأن العلاقة بين VQ علاقة VQ علاقة التهوية إلى التروية مقبولة. يعني الاستجابة والمطاوعة جيدة لموسعة قصبات وضئيل مضادات الالتهاب، ولكنها جيدة بالجهازي. سهولة التطبيق صعبة عند الأطفال، الولد بما بتحط له سبيسر وتحط له كاسة وتحط له تزبط له يستنشق وما يستنشق، وكمان نفس الشيء المرضى كبار السن وأصحاب الأمراض النفسية اللي قد يعتبر هذا الشيء إساءة أو يحدث عندهم اضطرابات وسواسية. الفعالية جيدة في الأمراض الضعيف المتوسط، أما الشديد بدك تعطي جهاز. يعني جاك هجمة ربو شديد على إسعاف، عبموت مريض صدر صامت، ما بتكتفي بس بالإرزاز، بدك تفتح له وريد أو تعطيه عضلي، تفتح له وريد تعطيه شيء وريدي يعني في الأعمى الأغلب، وكون حالة إسعافية يحتاج إلى دعم تنفسي قد يحتاج. عموما في الأزمة الربوية نلجأ للأشكال الإنشاقية، وفي الحالات الشديدة الأشكال الجهازية مثل ما أنها تحت الجلد أو حتى بالوريد. معالجة الأزمة الربوية هام جدا، تعالج الأزمة الربوية بيفيدك بكل التخصصات. نظرة تاريخية على الربو منذ القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الراهن، مبادة عامة بس يعني على السريع. الداتورة سيرمونيوم أو داتورة صفراوية قلت الأعراض الربوية باستخدامها، لكنها ذات هامش شمان ضعيف وسميت كبدية كلوية. المهم إبنفرين استخدامه كان ثورة حقيقية، موسع قصبي كويس، مقلد على مستويات بيتا 2 أغونست، لكن تأثيراته عامة على المستقبلات الأدرينرجية، فممكن يعمل تأثيرات قلبية وعائية ورفع الضغط بشكل كتير كبير، وكمان بيشتغل على مستوى سكر الدم والبوتاسيوم. إفيدرين تأثير مشابه للإبنفرين، مقلد ودي أدرينرجي مختلط لكنه تأثيرات أقل شدة، تأثيرات غير مباشرة بخلال عمل عزيز تحرر النور إبنفرين. إيزو بروترينول إيزوبرينالين يملك مركب انتقائي مستقبلة بيتا، يملك تأثيرات موسعة قصبية وله بعض التأثيرات منبهة للقلب، وقد نتج عن استخدام وفيات قلبية منشأ نتيجة استخدام جرعات زائدة، ولكن الآن ما عندنا هيك شيء، ما هو أساسي بالربو. الإيزوثاين والميتوبريتينول نعرج عليها نمر عليها مرور الكرام، بيتا 2 أدينرجيك في ام دي اي، وهي انتقائية، سالبوتامول البيوتيرول، هذا الأبيوترول هو السالبوتامول، هو الثورة الطبية الدوائية الربوية الحقيقية والجوهرية في علاج النوبة الربوية، لأننا هنا تجنبنا التأثيرات الجانبية التي يعني تحدث بشكل أساسي على مستوى القلب. إبراتروبيوم بروميد هام جدا، ويمكن استخدامه كبديل في حال وجود مضادات استثباب. يعني شلون إحنا نستخدم إبراتروبيوم بروميد؟ بيعرف من زملاء إذا ما نحسن نستخدم فنتولين سالبوتامول سرع القلب حكيم، إذا واحد عنده صرع قلب. أحسنت، إذا كان في عندك آفة قلبية مثل الأولاد عندهم congenital heart disease، مرض قلبي خلقي، ارتفاع توتر رئوي، ارتفاع ضغط شرياني، التهاب شغاف، أي أذية قلبية ما بتستخدم السالبوتامول، لأنه حيسرع من المشاكل القلبية وقد يسبب اضطرابات النظام في حالات معينة. لذلك بتعطي إبراتروبيوم بروميد اللي اسمه التجاري أتروفنت، وهو متوفر بعيارات 500 ميكروغرام و 250 ميكروغرام بالنسبة للأمبولات الأرزاز. الدواء اللي بعده هو دواء مديد لونج أكتينج بيتا 2 أغونست، هو لابا سلميترول، وأيضا في عندك الليفو ألبيترول مشابه للألبيترول لأنه أقل فعالية منهم. في أدوية تانية كمان بس نحن رح نشتغل على هذا المخطط. أنت عم تشوف هون نحن شو عم بصير عنا بهذا المخطط. إذا ردنا نعرج على هذا المخطط بشكل سريع، فبنقول أنه أنت بتستخدم دواء السالبوتامول، هو بيتا 2 أغونست، هذا بفعل ATP، فبيحول هذا عن طريق إنزيم أدينايل سيكليز CMB إلى AMB، يعني بيصير عندك أنت تحرر الـ AMB. هذا CMB برونكودايليشن، موسع قصبي. الأدوية هي إبروبيوم والثيوفيلين والمانتيلوكاست والزيليتون، هي كلها تشتغل على توسيع القصبات،
فتخفف من الأسيتايلكولين وتخفف من الأدينوزين وتخفف من الليكوترين، ويؤدي ذلك إلى توسيع القصبات. لكن إذا ما استخدمته وأنت في عندك تضيق للقصبات، راح ننتقل لمشابهات بالتاتو واللي هامة جدا. هي مستقبلات مقترنة بالبروتين، مقترنة بالبروتين، البروتين جي اس. بالتالي فإن تفعيلها يؤدي لتفعيل المرسال الثانوي هو الأدينيل سيكليز، الذي يزيد من تحول اي تي بي الى سيكليك اي ام بي، سيكليك اي ام بي ادينوزين مونوفوسفيت. السيكليك اي ام بي يقوم بدوره بارخاء الليف في العضل الاملس، حيث تكون النتيجه النهائيه هي التوسع القصبي ضد التشنج القصبي. اثنين، الحاصرات المسكارينيه تشتغل على ام 3 بشكل اساسي، مسكارين تايب 3 ريسبتور، تلغي تاثيره المقبض القصبي فيحدث ارتخاء وتوسع قصبي. الثيوفيلين هو مقلد ودي غير مباشر، يثبت انزيم فوسفودايستيراز، فيثبت تحويل سي ام بي الى اي ام بي، يتراكم سي اي ام بي سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، يتراكم وبالتالي يرتخي الليف في عضل الاملس ويحدث توسع قصبي. والثيوفيلين هو له دور اخر، وهو مضاد للالتهاب بتاثير على مستقبلات الادينوزين، فيمنع تاثير الادينوزين على مستقبلاته وبالتالي يمنع حدوث الوزن الالتهابي. كمان له تاثير ثالث، قال اهل العلم ان له تاثير مدير بولي، مدير بولي. في استخدام الثيوفيلين عموما في علاج الحاله الدربويه، لان بعض ما زال يستخدمه بشكل عام، لكن احنا حقيقه الان في مراكزنا لا نستخدمه، لا نستخدمه لانه له تاثيرات جانبيه عديده، وهناك توفرت ادويه اقل تاثيرات جانبيه واكثر فعاليه. لكن ممكن تستخدمه وانت تعيفه خط ثالث او رابع بالعنايه المشدده للمرضى اللي ما يستجيبوا للعلاجات الروتينيه. نرجع مرة ثانية على أهم دواء، هو بيتا 2 أجونيست السالبوتامول أو الفنتولين، هو أكثر أدوية الفعالة في معالجة الربو، وإما راحت بتاع إرزاز سالبو إرزاز فنتولين، حتى الأهالي بيعرفوا صاروا، ويمكن تعطيه عن طريق الفم في حبوب أو في شراب أو في وريدي، ولكن استخدام الوريدي محدود جدا بحصرا بالعناية المشددة، والاستخدام الفموي لا يفضل استخدامه عند الأطفال لتأثيراته الجانبية الكثيرة، وعند البالغين كذلك لا يفضل أن يستخدم كخط أول. الخط الأساسي للفنتولين هو إرزاز أو بخاخ إنشاقي، استنشاقي أو إرزاز. تأثيره سيلكتيف على مستقبلات بالتاتو، يحدث توسع قصبي معادل للتوسع المحدث بالإيزوبروتينيرول، وتقسم حسب مدة التأثير ثلاث مجموعات. منبهات بالتاتو قصيرة التأثير هي السابة 3 إلى 6 ساعات، أهم واحد هو الفنتولين، هو البيوترول و تيربوتالين وبيروبترول وبيتوليترول وفينتوتيرول، هذول ما عندنا منهم ولكنها موجودة، يجب واحد أنه يأخذ عنها فكرة. منبهات متوسطة التأثير المدة مثل اللابة، يعني أو هي مديد التأثير عفوا، اللابة لونج أكتينج بيتا 2 أجونيست، مثل أشهر واحد هو الفورميترول والسلوميترول، هذول موجودين. أما الباميترول فهو قليل التوفر في منطقتنا. في مديد تأثير جدا الفيري لونج أكتينج مثل مركب الإندوكاتيرول، ويقتصر استعماله حاليا على الداء الرئوي والانسداد المزمن COPD، CO كرونيك أوبستراكتيف بالمنير ديزيز، لا يستعمل في الربو. مركبات متوفرة قلت لكم عليهم، هل الآن ما هو دور مشابهات بيتا في الربو الانسدادي والمزمن؟ إن دورها الأساسي هو التوسع القصبي، لأنها تملك تأثيرات أخرى مثل إنقاص الالتصاق الجرثومي، إنقاص وظيفة العدلات، زيادة تصفية الأهداب، إنقاص النقل الكولينرجي، تمنع الرشح البلازمي في الأوعية الدقيقة، تنقص من ودمة الطرق الهوائية، تثبت تحرر وساطة التهابية من خلال البدينة. إذا هذا هام جدا، إنه أنت بيقول لك إنه والله تعال شوف شو هو دور، شو هو آلية عمل البتتوغونيس، شو بتشتغل؟ بتشتغل موسع قصبي بس في تأثيرات ثانية إذا جينا نشوفها. تصفية جرثومية، تقليل وظيفة العدلات، زيادة نشاط حركة الأهداب، وتنقص النقل الكولينرجي، وتمنع الرشح البلازمي في الأوعية الدقيقة، وبالتالي تنقص مدمة الطرق الهوائية، وتثبت تحرر الوساطة الالتهابية من خلال البدينة. هذا السلايد، هذا المهم جدا، أن أنت يكون عندك معلومات دقيقة دوائيا وعلمية عن تأثيرات البيتا 2 أجونيست غير التوسع القصبي. إذا بنرجع نعيدهم، منع الالتصاق الجرثومي، تنقص وظيفة العدلات، تزيد تصفية الأهداب، تنقص
النقلكولينرجي وتمنع رشح البلازما في عدة دقيقة وتنقص الوظمة الرئوية في الطرق الهوائية عفوا وتنقص وتثبط تحرر الوسائط الالتهابية من الماست سيل الخلايا البدينة. إن التأثير المثبط على الخلايا البدينة يوحي بأن مشابهات بيتا يمكن أن تؤثر على الالتهاب الحاد. نعم حقيقة. السابع تأثير الأعظم خلال نص ساعة تستعمل بالاستنشاق عن طريق الطرق الخلالية. استخداماتها تعتبر الخيار الأول في علاج نوبة الربو. تستعمل لمنع حدوث نوبة الربو المحرضة بالجهد بخطين سالب وتامول مثل ما أن يمكن استعمالها دائما حسب الحاجة وليس بطريقة منتظمة. في حال زيادة الحاجة لها يجب إعادة تقييم المعالجة والبدء بالتجديد المعالجة المنتظمة، المعالجة المضادة للالتهاب، المعالجة الأساسية. ما هي تأثيرات المو كويسة للبيتا 2؟ إنشاقية نادرة يحدث رجفان إذا بخ كثير مريض 10-15 بخة مثلا ممكن 20 بخة. أراق تسرع قلب نادر هذا الشيء، مزق وقلق صداع غثيان دوار. أما إذا اعطيته بطريقة خلالي وريدي عضلي فبترفع سكر الدم وتنزل البوتاسيوم. ترفع سكر الدم عن طريق زيادة تحلل الجلايكوجين كبدي عبر تحريض إفراز هرمون الجلوكاجون. أما إنقاص البوتاسيوم الدم عن طريق تفعيل مضخة ATPase سوديوم بوتاسيوم ATPase. في عنا شغلة حلوة لازم نحكي عليها قبل ما ننهي المحاضرة. هي عندكم محاضرة على الساعة 10 صح؟ محاضرة طب شرعي؟ التغط دكتور التغط. طيب إذا التغط فينا نكمل محاضرتنا ولا ما عندكم وقت؟ أي فينا، أنا بعت لك على الواتس. طيب يلا دكتور حشوف الواتس أنا ما انتبهت. طيب نحكي عن ظاهرة التحمل، ناخذ استراحة 5 دقائق. توليرنس فينامينون وهي زوال حساسية المستقبلات. قد يعاني المريض من ظاهرة التحمل التي تتعلق بحساسية المستقبلات. تنتج هذه الظاهرة عن التنبيه المطول المتكرر للمستقبلات مما يؤدي إلى تعطيل عابر أو مطول لهذه المستقبلات ما بتستجيب نتيجة تغيرات شكلية مورفولوجية بروتينية هرمية فراغية في المستقبلات. فالمستقبلات تصبح لا تستجيب وتنقص حساسيتها للتنبيه وهذا ما يؤدي إلى اضطرار زيادة الجرعة. أحيانا يمكن السيطرة على هذه الظاهرة باستخدام استرويدات وبالتالي يعني يجب البدء بالمعالجة الوقائية أبكر ما يمكن. إذا الزملاء الأعزاء نأخذ استراحة يعني 5 دقائق 7 دقائق ثم نكمل على المضادات والسكرينية. شكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا زملاء، فينا نبدأ نستكمل المحاضرة؟ إذا جاهزين؟ إذا بننتقل لمضادات المسكرينية بشكل عام. ما تأثر من نحكي عن مضادات المسكرينية قصيرة التأثير هي السامة التي تعطى إنشاقا مقارنة مع مقلدات بالتالي إبراتروبين بروميد واللي هو أتروفنت وأيضا الأوكسيتروبيوم واللي هو ترسيجيت. استطبابات الإبراتروبيوم بديل عن الفينتولين
اللي بيعانوا من تأثيرات غير مرغوبة، تسرع القلب واضطراب النظم القلبي والرجفان. تملك تأثيرا مساندا عندما تستعمل إرزازا بشكل متوقت مع مشابهات بالتاء. المشاركات هي الكومبيفنت اللي تكون عليه والسلبوتامول والإبراتروبيوم والبرونكيدول اللي هو فينوتيرول والإبراتروبيوم. ملاحظات: توجد حاليا مضادات مسكرينية مديدة التأثير مثل اللاما اللي هو جليكوبيرينيوم وتيتروبيريوم، وهو التيتروبيريوم تستعمل بشكل أساسي في علاج السي او بي دي مع بعضهم مع مستقبلات بتا أو ممكن مع لوحدهم، يعني تنعطى عن طريق الإرزاز أو الاستنشاق. آلية التأثير: إن حصر الألياف، إن حصر المستقبلات المسكرينية الموجودة في الألياف الملسائية سيمنع الأسيتيلكولين المتحرر من الأعصاب الكولينرجية في الطرق الهوائية من ارتباط مستقبلاته، ما يؤدي إلى انخفاض مقوي الكولينرجية الداخلية للطرق الهوائية. يعني الهدف شو؟ عم تنخفض المقوية الكولينرجية الداخلية للطرق الهوائية، فيتم إلغاء التقبض القصبي وحصره وبالتالي توسع القصبات، وبالتالي في عنده قدرة معينة على إحداث توسع القصبي، ولكن التوسع القصبي ولكن أقل من بالتاتو. بشكل عام يكون بدء التأثير بطيئا خلال نص ساعة لساعة، مشان هيك بالتاتو أولى منه. تأثيرات غير مرغوبة هو جفاف الفم والتوسع الحدقي. هون في عندي شغلة بقولها، أنه كان في حالة سريرية أنه طفلة عمرها 4 سنوات عملنا لها إرزاز إتروفنت هو إبراتروبيوم برونت، فكان البخار عم يطلع رزاز من الرزاز باتجاه عين اليسار العين اليمين، وعين اليسار ما عم بيجي شيء. فبعد الجلسه بساعه ساعتين تطور عنده توسع حدقه وحاد الجانب، والحدقه اليسار ما فيها شيء. فهذا شغل بال الاهل وشغل بال الطبيب، وبداوا يبحثون عن اعراض عصبيه واعراض دماغيه، ونسيوا انه هي كانت عم تاخذ ابراتروبين بروميد اللي هو بيعمل توسع حدقه قد يكون احاد الجانب التاثيري الموضعي. وايضا من التاثيرات الاخرى جفاف الفم وطعم لاذع والزرق الحاد وايضا تخريش البلعومي. ما هو العلاج الوقائي بين النواب طويل الامد؟ هي الكورتيزونات بشكل عام، و يعني اللابا بشكل عام، وايضا الاكزانتينات الثيوفيلين ونيدوكروميل وصوديوم كرومولين ومضادات الليكوترين اللي هي مونتيلوكاست والاضداد ضحيه النسيل. نبلش اول شيء بالكورتيزونات الانشاقيه ICS انهيلد كورتيكوستيرون. اكثر علاجات مضاده للالتهاب فعاليه هي استرويدات قشريه. ف آلية التأثير أنها تنقص من العلامات الالتهابية عبر تثبيت السيتوكينات الالتهابية وتخفف فرط استجابة الطرق الهوائية بعد المعالجة المطولة، فتحصل بذلك الارتكاس الآني والمتأخر تجاه المورجات. تعاكس آنيا تفعيل الخلايا الالتهابية وتنقص الوزن الموضعية، نتيجة لأنها تنقص موضعيا إنتاج البروستاجلاندينات الالتهابية والليكوترينات. حكينا عن المرة الماضية. تنظيم أعلى للمستقبلات الأدرينرجية Upregulation of Adrenergic Receptors، الأمر الذي يحسن استجابة المستقبلات المقلدة الإنرجية، وهو المبدأ الذي ترتكز عليه المشاركات الاسترويدية والأدرينرجية اللي حكينا أنه مشان إلغاء ظاهرة التحمل، ببقى أتحمل المستقبلات وبصير عندنا نقص حساسية مستقبلات. التأثيرات الجانبية بتعرفوها بشكل عام هي نمو المبيضات البيض في الفم، بحة صوتية، وقد يحدث حالات نادرة تأثير تناقضي كالسعال التشنج القصبي ترتبط بالسواغات التي تدخل في التحضير. التأثيرات الجهازية تحدث نتيجة امتصاص الجهاز الجزئي، تتعلق مقدار المستعمل حسب الجرعة العبطاطية. المركبات الإنشاقية هي الأكثر شيوعا بيكلوميتازون وفلوتيكازون والبوتزونايد والفلونيزيلايد. تريماكينولون أو تريامسينولون هو أيضا جيد موجود ولكن لا يستخدم كثيرا. بيكلوميتازون يعني بخاخ 200 لل 1000 ميكروغرام، ممكن يعطى بجرعة أقل، امتصاصه يعني يعني بطيء. البوتزونايد 200 لل 800 ميكروغرام. بوتزونايد موجود منه إرزاز اسمه كورتيفنت عيار 250 ميكروغرام و500 و1000، أو بيجي بعيار ربع ونص 1 ملي جرام.
اسمه أزمة كورت أو عفوا اسمه بولمي كورت أو كورتيفيد. السيروليدات الجهازية القشرية تستعمل بالعلاج الوقائي للربو المستمر الخطر الشديد فمويا أو وريديا أو عضليا. أريد تأثير نفسه الإنشاقية لكن ممكن يكون تأثيرها أقوى بالحالات الشديدة. تأثيرات جانبية كلكم تعرفوها: أوستيوبروسيس، دايابيتس ميليتس، وإديماز، وغلوكوما، وتثبيط المحور الوطائي النخامي، وترقق الجلد، والساد والبدانة، وكدمات، وضعف عضلات، وارتفاع الضغط الشرياني، والانتان بالهربس سيمبليكس. قد يكون يعني مميت إذا كان مستخدم عند مرضى بيستخدم كورتيزونات بشكل جهازي مزمن أو جرعة كبيرة، جرعة أكثر من 2 ملي جرام على الكيلو بال 24 ساعة لفترة أكثر من مثلا شهرين ثلاثة، أو ممكن أكثر من 60 ملي جرام باليوم. ثانيا اللابا منبهات بيتا 2 أجونيست اللونج أكتينج، هي سيلميترول فورميترول أشهر اثنين. في بعدين عندك الألبيترول السستيند ريليز مدير التأثير تحرر ببطء، بامبيترول أيضا هذا موجود ولكن أشهر اثنين هي سيلميترول وفورميترول. طرق الإدخال إنشاقيا أو طريق الفم بلع، أري التأثير نفس أري التأثير بالتاتو أجونست على العضلات الملساء تؤدي إلى توسعها وإلقاء التشنج، تأثيره يدوم 12 ساعة على الأقل. ما هي توصيات الـ FDA الأمريكية والجمعية البريطانية لأطباء الصدر؟ عدم استعمال لابا لوحدها في معالجة الربو، فهي مضاد استطباب مطلق. يجب عدم استعمال لابا عندما يكون الربو مضبوطا بشكل جيد بجرعة صغيرة أو متوسطة من الكورتيزونات الإنشاقية. أي يجب استعمال لابا فقط كمعالجة إضافية عندما يكون الربو غير مضبوط غير مستجيب بشكل جيد بالمعالجة طويلة الأمد بالكورتيزونات الإنشاقية. عند ضبط الربو والمحافظة على هذا الضبط يجب إعادة تقييم المرضى بشكل منتظم والبدء بتخفيف المعالجة مثلا إيقاف اللابا إذا كان ذلك ممكنا مع الاستمرار بأدوية ضابطة طويلة الأمد مثل الكورتيزونات الإنشاقية. الأطفال والمراهقين الذين يحتاجون لابا بالإضافة للكورتيزونات الإنشاقية يجب استعمال المستحضرات الحاوية على هاتين الزمرتين معا مثل سبيريفا ومحلول إنشاقي تجاري بحد بضم اثنين مع بعض. هناك مركب حديث يدعى إنديكاترول ويتميز بتأثير طويل، حكينا أنه يستخدم بالسي أو بي دي. هناك مشاركة بين جلايكو بيرينيوم وإنديكاترول في معالجة السي أو بي دي، استخدموه باليو كي المملكة المتحدة يونايتد كيندوم من 2014. أهم منبهات بيتا 2 هن مثل ما حكينا تأثيراتهم وجرعهم ممكن الاطلاع عليهم. تأثيراتهم أنه إيمتى تبلش التأثير، بس أنه بيهمني هون إيمتى تبلش التأثير كله دقائق معدودة. سالبوتالين أقل من 5 دقائق، سالبوتامول أقل من 5 دقائق، تربوتالين أقل من 5 دقائق، سالميترول 15 دقيقة، والباقية كمان 5-7 دقائق. ما هي التأثيرات غير مرغوبة؟ بشكل عام لا يوجد مركب أدرينرجي انتقائي 100% لنوع وحيد من مستقبلات الأدرينرجية العديدة، لذا دوما ستظهر بعض التأثيرات الجانبية الأدرينرجية عند تنبيه أنواع أخرى من المستقبلات مثل اضطرابات النظم البطينية والإنجينا وأيضا تاكيكارديا أيضا والخفقان، تأثيرات عصبية، رجفان، صداع، قلق، وزيادة سكر الدم، لكنها قليلة جدا مقارنة مع الجهازية. نقص بوتاسيوم الدم وهو هام للغاية لأنه يؤدي إلى نقص واضح في بوتاسيوم الدم مما يؤدي إلى خطر حدوث اضطرابات نظم مهددة للحياة ناجم عن تنبيه مضخة صوديوم بوتاسيوم أيتي بيز. يعني نحن نستخدم إرزاز السالبو كعلاج لارتفاع البوتاسيوم في النوبة الكظرية مثلا، ارتفاع البوتاسيوم والقصور الكلوي وهكذا. مضادات الاستطباب المطلقة قليلة وهي التحسس الدوائي. بعض مرضى السكري والزرق وفرط نشاط الدرق ونوبات اختلاجية ونقص بوتاسيوم الدم والأمراض القلبية الوعائية الإكليلية وقصور القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النظم قد نأخذ بعين الحسبان الفوائد والمضار. بعض الملاحظات: تنجم معظم التأثيرات غير مرغوبة عن نقص انتقائية منبهات بيتا 2 نبه ألفا أو بيتا 1، ترافق الاستعمال مع إيزوبروتيرينول في معالجة الربو مع زيادة معدلات المرضى والوفيات بسبب التأثير على بيتا 1،
تم رصد زيادة في معدل الوفيات مرتبطة بالربو بعد استعمال الفينوتيرول أحد السابع هو بشكل واسع في نيوزيلند، تم سحبه للأسواق الصيدلانية. الفينوتيرول مثل ما قلنا ضبط أسوأ للربو. السالوميترول ماشي حاله. أثبت العديد من الدراسات زيادة معدل الوفيات بمقدار 4 أضعاف عند المرضى المعالجين بالسالوميترول مقارنة مع الدواء الغفل. هو لحاله ما بنستخدمه مثل ما قلنا. زيادتينات هو الثيوفيلين، أمينوفيلين، باميفيلين. الأمينوفيلين كثير مستخدم بالعناية المشددة، نسبيا آمن يعني وسطيا وجيد الاستخدام. الثيوفيلين في منه شرابات أو في منه حبوب ممكن نستخدمه، لكن تأثيراته ما كثير مرغوبة فما كثير نستعملهم بشكل روتيني. تأثير موسع القصبات، مضاد للالتهاب، منبه مركزي، وأيضا قد يكون مضر بولي عن طريق شراب أو حب أو عن طريق حقن أو عن طريق تحاميل. استخلابه كبد يطرح في البول نصف العمر 5 ساعات. العلاج الدوائي هو خط ثالث مثل ما قلنا. الخط الأول استيرويدات إنشاقية، الخط الثاني هو استيرويدات إنشاقية مع منبهات بيتا 2 لابا. واستقل استعمال الثيوفيلين بشكل عام بسبب أنه نفذ العلاجية الضيقة، تركيز فعال 10 إلى 15 ملغرام باللتر، تركيز سمي 20 ملغرام باللتر. فالثيوفيلين لا يستخدم بشكل عام إلا في وحدات عناية مشددة، ما نريد نوصفه للبيت شربات يعني إلا ما ندرى ذلك. التدخل الدوائية كثيرة. الثيوفيلين مثل ما قلنا أنه كيف هو مضاد التهاب وكيف هو موسع قصبي ويقلل من انقباض الألياف العضلات المنساء ويقلل من تحرر استعمال البراديكينين. وتشير دراسات عديدة أن لها تأثير خفيف أو لا تملك أي تأثير على فرط السير بطرق هوائية. تأثيرات غير مرغوبة، تأثيرات هضمية، تأثيرات عصبية، تأثيرات قلبية وعائية، تأثيرات رئوية. يجب مراقبة عيار الثيوفيلين في الدم عندما يتجاوز مقدار 10 ملغرام على الكيلو. يعاني المريض بتأثيرات غير مرغوبة لدى استعمال مقدار اعتيادي. الكرومولين ونيدوكروميل والصوديوم أيضا هذه يمكن استخدامها إنشاقيا أو ممكن نعطيه عن طريق الفم ككرومولين. يعني آلية التأثير غير واضحة تماما. It's unknown etiology. هذه الأدوية مضادة التهاب غير الستيرويدية تثبت جزئين IgE الذي تواصل بدوره تحرر وساطة التحسسية المختلفة من الماست سيلز وعلى رأسها ماذا؟ الهيستامين. تملك تأثيرات مثبطة للخلايا التهابية أخرى مثل البالعات والإيزينات ووحدات النواة. هناك بعض الدلائل تثبت بأن هذه الأدوية تبدل وظيفة قنوات الكلور في الغشاء الخلوي نتيجة استعمال هذه المركبات. وهو تأثير تم ملاحظته ويأخذ بعين الحسبان. علاجيا شو هو الوضع العلاجي؟ هي بشكل أساسي ضبط الربو الخفيف والوقاية من الربو المحرض بالجهد قبل ربع ساعة نعطي، وتثبت التطور الباكر المتأخر المحدث من مؤرجات المؤدي لتحدد الطرق الهوائية بعد التعرض للجهد والهواء البارد الجاف وثاني أكسيد الكبريت سلفور دايكسايد. لا توجد معطيات حتى الآن تثبت فعالية هذه الأدوية في إنقاص فرط الحساسية أو فرط استجابة قصبية في الطرق الهوائية. استعمال هذه الأدوية 4 إلى 6 أسابيع لتحديد فعاليتها، يعني بدأ شهر ونص تبلش تشتغل. الفعالية مضادة الالتهاب تعادل فقط 400 ميكروغرام من السيرويدات المستنشقة، وهذا شيء جيد. ما هي سايد افكت تأثيرات الجانبية غير المرغوبة؟ سعال بالعكس يعني بتعمله بتخرج البلعوم وطعم مر تفرز في الغدد اللعابية. تأثيرات استثنائية مثل ارتكاسات تحسسية، حكة، طفح جلدي، تشنج قصبي تتطلب وقف الدواء. نجي على شيء هام كتير مستخدمه كتير، مثبطات أو مضادات ليكوترين، ليكوترينز أنتاغونيست، وهي المونتي لوكاست والزفير لوكاست. تعمل على مستوى مستقبلات سايس LT1 ليكوترين 1. هناك أيضا مثبطات الخمسة لايبو أكسجينيز مثل زيريوتون. طرق استعمال عن طريق الفم أو بيجي على شكل بودرة زروفة أو حتى ممكن يجي على شكل فوار. مقدار هو له 4 جرعات، 4 ملغرام و5 ملغرام و10 ملغرام مرة واحدة مسوية. ذكر أهل العلم أن التأثير هامة جدا حيث أنها تؤدي إلى حصر مستقبلات السايس ليكوترين 1 في الليث العضلي الأملس في الطرق الهوائية، وبالتالي فإنها تثبت تأثير سيستينايل ليكوترينز التي تتحرر من الخلايا البدينة والأيزونية وذلك بمعاكسة مباشرة.
مثبطات 5 ريبوكسيجينيز تحصر اصطناع ليكوترينز وذلك بتأثير غير مباشر. وكنتيجة أخيرة بغض النظر عن الآلية نحصل على التوسع القصبي وتثبيت الحالة الالتهابية. ما هو الدور العلاجي؟ تتصف بأنها هذه المواد أن لها فعل موسع قصبي ضئيل لكنه أقل من محرضات البيتا 2 والتوفيلين، فيتخفف من علامات التهابية والأعراض وتحسن وظيفة الرئة وتنقص من تفاقم الربو. ما بصير عنا exaggerated asthmatic patient asthmatic attack acute asthmatic attack تنقص لكنه هيكون أعطيته انتهاء بالوقت يعني وقائي لأنه ما بيشتغل بالمرحلة الحادة. تأثيراتها أقل من تأثير مقادير قليلة من الاستيرويدات الإنشاقية، وبالتالي فإن استعمالها يكون مساعد لإنقاص مقدار الكورتيزون. يعني فينك تنقص جرعة الكورتيزون مثلا من 600 ميكروغرام ل 400 أو 200 إذا أعطيت معه مونتيلوكاست. مضادات الليكوترينات ليكوترينز أنتاجونيست أقل فعالية من بيتا 2 طويلة الأمد عندما ضاف المعالجة. استعمالات للربو الخفيف أو المعتدل مع الكورتيزونات وبقاية من الربو المحرض بالجهد، لا تستعمل أثناء الحمل والإرضاع إلا في حالات خاصة جدا وضرورية قصوى. تأثيرات غير مرغوبة وهي يعني تأثيرات قليلة، يجب مراقبة الـ ALT AST لما بتعمل معالجة بالزيلوتون، ممكن يصير يعني هيباتيك انتوكسيكيشن انسمام كبدي. أشارت تقارير عديدة حدوث مترازمة شارج ستراوس في سياق المعالجة بعكس يعني أنت بدك، وبالتالي ممكن يكون هيك. أيضا في تأثير جانبي بحب أذكره غير مذكور في المحاضرة، هو في دراسة طلعت بالميدسكيب من فترة أنه الليكوترين أنه المونتيلوكاست قد يؤدي إلى زيادة نسبة محاولات الانتحار أو إلى زيادة نسبة الاضطرابات النفسية، خاصة عند السيدات المعالجات وخاصة عند الفتيات في سن المراهقة أو يعني 15-20 30 زيادة نسبة الانتحار أو الاضطرابات النفسية عند استخدام هذه الأدوية بشكل مزمن اللي هو المونتيلوكاست. ما هو تدبير الربو حسب الشدة؟ أن نحن الربو عندنا ربو خفيف وربو مستمر خفيف وربو متقطع وربو شديد مستمر وإلى آخره. المعالجات الوقائية بالربو المتقطع ليست ضرورية، وهناك معالجات أعراض حسب الحاجة وهي الأساس اللي هو السابع سالبوتامول هو أهم واحد. بختين من سالبوتامول بختين من الليبنتولين كافية. قبل ما يصير تعرض للجهد أو مؤرجات تستخدم سالبوتامول بختين أو نيدوكرومين. تجنب العوامل الممرضة إنتانات تنفسية علوية تدخين أرجيلة حساسات إلى آخره. تدبير الربو المستمر الخفيف يمكن اعطاء بخ المساء من بيكروميتازون 250 ميكروغرام او نيدوكروميل بختين مثلا مرتين لاربع مرات بالنهار. الربو الليلي خاصه ممكن تعطي لابا بطريقه الاستنشاق مثلا فورميترول مره او مرتين يوميا. مربيات بيتا 2 مدير التاثير بطريقه الفومي مثل تيربوتالين 5 ملغرام مرتين باليوم، ثيوفيلين 10 ملغرام على الكيلو مثلا باليوم، ممكن تعطي 300 ملغرام او 150 مرتين او 300 مرتين. ممكن لوكاست ان بين 4 5 10 ملغرام مره واحده المساء. معالجه الاعراض حسب الهجمه اثناء النوبه يعني تعطي بختين من سالبوتامول 3 4 مرات بالنهار. تجنب العوامل المحرضه والسيطره عليها. كيف يتم تدبير ثالثا الربو المستمر متوسط الشده؟ المعالجة الوقائية اليومية تشمل انهيلد كورتيكوستيرويد اذ يمكن اعطاء البيكروميتازون بجرعة 250 ميكروغرام وذلك على شكل 2-4 بخاخات مرتين باليوم. ممكن نستمر فيها 15 يوم بعدين ممكن نوقفها حسب التحسن. الربو الليلي مثل ما قلنا فورميترول ثيوفيلين وفنتولين فموي واحد مضادات الليكوترين، ممكن كمان تستخدم المونتيلوكاست أو زافيرلوكاست. إذن كله عم بيصير في عنا بختين من السالبوتامول. تدبير الربو المستمر الشديد بده كورتيزون قشري استنشاقي وهي غير كافية، ممكن تعطي بيكروميتازون بختين أو 3-4 بخات مرتين باليوم صبح ومساء أو فلوتيكازون، هذا الشيء مستخدم بشكل عملي. استيرويدات قشرية طريقة فمية مثل بريدنيزولون قدر 5-20 ملغرام باليوم، ممكن بعدين تعطي لابا، ممكن بعدين تعطي
فنتولين فموي، ممكن تعطين بعدين تعطي ثيوفيلين الساستيند التحرر البطيء. معالجة الأعراض حسب الحاجة سابة 3-4 مرات بالنهار اللي هو فنتولين. بعض المعلومات نحكيهم عن الربو المستمر بأنواعه الثلاثة. نعطي المعالجة الأساسية الوقائية بالإضافة لعلاج النوبات، أما في الربو المتقطع نعالج النوبات فقط ولسنا بحاجة لإعطاء معالجة مديدة. السترويدات القشرية تعطى بطريق الفموي في حال الربو المستمر الشديد فقط. الآن ننتقل ونحكي عن العلاج بأضداد الـ IgE وهي غالية الثمن ولكن يعني فعالة. مثل ما نعرف خلايا البدينة ماست سيل لها دور كتير كبير، بتوضع على سطحها مستقبلات الـ IgE. عندما يتعرض الجسم لأحد المحسسات ترتبط هذه المحسسات على شكل معقد مع جزيئتين من الـ IgE، يرتبط المؤرج ما بين خليتين بدينتين كروسلينك شيب، فيتم تفعيل الخلايا البدينة وتحرر وسائط كيميائية تحسسية. الاستعمالات في حالة الربو التحسسي المتوسطة أو الشديدة التي لا تستجيب للمعالجة التقليدية استرويدات قشرية منبهات بالتاتو من الأجسام الضدية المحقونة وحيد النسيلة تشكل معقدا مع الـ IgE الحر فتمنعه من التداخل مع الخلايا البدينة، وبالتالي لا يحرضه ولا يؤدي إلى إفراز يعني مفرزاتها أو الحبيبات التي تخرج منها. مثل إيش؟ جزيلر أو اللي هو نفسه الأمالي زوماب يعطى حقنا تحت الجلد 150-375 كل 2-4 أسابيع حسب وزن المريض. بالعادة نحن نعطيه كل شهر مرة كل 4 أسابيع لأنه يعني كتير غالي. وزن المريض وحسب وزن المريض تعطي الجرعة ومستويات الـ IgE في البلازما تعايره يعني تعمل معايرة. قال بعض أهل العلم أنه يعطى في متلازمة جوب هي فرط الـ IgE أكثر من 2000. شو قالي تعملوا؟ قالي تعملوا على كوترين 4 بشكل أساسي يخفف الطور الباكر والمتأخر لانسداد الطرق الهوائية الناجمة عن تعرض المحسسات وينقص من تراكم الحميضات في الطرق الهوائية، وبالتالي الأجسام الضدية للـ IgE هي عامل موجهة لإنقاص IgE بتأثيرها على إنترلوكين 4 أو على الـ IgE نفسه. إذن الأماليزوماب مركب جديد لازم نحفظه وفعال، وهو متوفر الآن متوفر يمكن جلبه من تركيا ومتوفر مع شكل حقن ويعطى بشكل جيد وفعال. طرق استعمال الأدوية هدول اللي شايفين عنا هون الإرزاز والماسك والبخاخ والقرص الإنشاقي، طريق الفم بشراب أو حب، والطريق تحت الجلد أو عضلي أو وريدي. بعض النقاط المفتاحية: السترويدات القشرية مضادات التهاب ذات تأثير أقوى وأكثر شيء جوعان، تستخدم عن طريق الاستنشاق بشكل أساسي، بس بالربو المستمر تعطي على شكل فموي أو إنشاقي، يمكن تعطي على شكل جهازي أو حقن عضلي. كروميلين صوديوم أو نيدوكروميل مضادات التهاب تأثير خفيف متوسط، تستخدم كبديل عن السترويدات في حالة الربو الخفيف ومساعد في الربو المتوسط. مثبطات اللوكوترين تستعمل في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة ويمكن اعتباره كعلاج بديل عن الجرعة المنخفضة من الكورتيزونات أو كروميلين صوديوم أو نيدوكروميل لمريض عمره أكثر من 12 سنة يعاني من ربو مستمر متوسط الشدة. اللابا تستخدم بالتزامن مع مضادات التهاب الكورتيزونات للسيطرة طويلة الأمد، تعتبر ركن أساسي في المعالجة الوقائية وهي أشع استعمالا من الثيوفيلين. ميثايلكزانتينز يعد الثيوفيلين بطيء التحرر موسع قصبي خفيف متوسط الشدة، يستخدم كعلاج مكمل مثل ما قلنا، يفضل الابتعاد عنه لتجنب تأثيراته الجانبية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة، شكرا جزيلا لكم. إذا حد عنده سؤال على الأدوية تبع الربو تفضل مشكورا، نناقش بعض الأسئلة إذا حبيتوا، إذا ما في أسئلة فينا ننهي هلأ ونلتقي بكم إن شاء الله بعد العيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حكيم، هيك حالة سريرية، عندي طفل عمره 6 سنين ما عنده نوبات ربوية، بس أثناء الجهد هيك تظهر عليه يعني ضيق نفس سعال بس خفيف، يعني هذا شو بنعتبره؟ شو يعني مفضل لعلاجه؟ هلا هذا ربو محرض بالجهد، هذا قبل ما يبلش لعب مثلا أو
بده يلعب او هتحط له بختين سالبوتامول بمش الحال ان شاء الله، تجيب سبيسر اذا احسنت تجيب سبيسر 300 ملي وتحط عليه بخاخ البنتولين وتوخله. اذا ما حسنت فينا نجيب كاسه كرتون او كاسه بلاستيك كاسه بلاستيك وبعدين نبخله. ايه تمام، يعني مو الاسترويدات افضل ولا السالبو مثل ما حكيت حكيم؟ لنبلش له بال شو رايك؟ والله شوف هذا انا رايي هذا حسب الجايد لاينز العامه، والسالبو الطف وانظف وسريع. ايه تمام تمام الله يبارك فيك يا رب. طيب شكرا جزيلا. في سؤال تاني؟ دكتور بالنسبة للعبة ليش قلنا انه ما بنستخدمها لحالها؟ لا بس مشان ظاهرة التحمل ولا في اي تداخل تاني او آلية تانية؟ ظاهرة التحمل وكذلك استخدامها بمفردها ادى الى زيادة نسبة الوفيات في دراسات يعني متعددة. لحكيم بالنوبة الربوية الشديدة إذا جتنا حالة مثلا على الإسعاف فينا نستخدم الأدرينالين وريدي مثلا ببطء أو نعم طبعا. تحت الجلد حكيم يعني إذا ما كان متوفر طريق وريدي عضلي أفضل عضلي. عضلي حكيم الطفل قديش ممكن نعطيه كجرعة قصوى يعني؟ 10 ميكروغرام على الكيلو. 10 ميكروغرام على الكيلو. 10 ميكروغرام على الكيلو. هذا عضلي مو هيك حكيم؟ ولا عضلي وريدي 10 ميكروغرام على الكيلو؟ 10 ميكروغرام على الكيلو عضلي نعم. أو وريدي نعم. حكيم عضلي ولا تحت الجلد؟ لا بيقولوا لنا تحت الجلد. لا يعطى لا يعطى تحت الجلد، يعطى عضلي. هي من زمان تحت الجلد تغيب. يعني إذا طفل حكيم وزنه 10 كيلويات نعطيه شحطة بسيرنج الأنسولين نعطيه 10 وحدات فينا نقول هيك إذا عم نعيل. إذا سحبنا الأمبولة إذا سحبنا الأمبولة هي 1 ميل اللي فيها يعني نعطيه 10 وحدات يعني بسيرنج الأنسولين كأنه 10 وحدات مو هيك حكيم؟ إذا وزنه 10 كيلويات لشلون بالضبط؟ طبعا 10 ب 10 100 ميكروغرام بيطلع له. 100 ميكروغرام يعني اذا بسيرنج الانسولين 10 وحدات تقريبا. ايه ممكن. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتور. شكرا جزيلا. في سؤال تاني؟ إذا ما في سؤال شكرا جميع الزملاء الله يعطيكم العافية. ننهي المحاضرة الآن ونلتقي بكم في فترة بعد العيد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعينكم على الطاعات والصيام والقيام ويوفقكم إن شاء الله محبة ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.